مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناة الحياة في كل مكان. أهلا بيكم فقرة جديدة من طبيب الحياة. كتير من الأطفال بيعانوا من تشوهات في أسنانهم أو اعوجاج، والحقيقة بيكون لإما عامل وراثي، يعني في حد في عائلتهم عنده المشكلة دي أو العيب ده أو التشوه ده، أو ممكن تكون العادات الخطأ اللي بيعملها الطفل، وسواء كده أو كده بتأثر على حالته النفسية وبتخليه يكون عنده ثقة في نفسه محرج جدا، خصوصا في سن المراهقة. وكمان المهم اللي هنعرفه النهاردة في فقرتنا أو في حلقتنا، إن إحنا إزاي نخلي أطفالنا يعرفوا يغسلوا أسنانهم كويس عشان ما تتعفنش أو ما تسببش أمراض تانية. النهاردة هنتكلم عن الأطفال أو إزاي نخلي ابتسامة أطفالنا كويسة وترجع تاني، وشكل أسنانهم وأسنانهم مش بس كشكل جمالي فهي حلوة، لا وكمان الوظيفة. مع الدكتور تاني مرة في طبيب الحياة دكتور أحمد بيومي، أخصائي تجميل وتقويم الأسنان وأيضا عضو الجمعية الأمريكية لتقويم الأسنان. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. ودكتور أحمد، خصصنا الفقرة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت عن التقويم بشكل عام أو إزاي نجمل أسناننا سواء كبار أو صغيرين. الفقرة دي عن الأطفال مزبوط. فيها يعني أسرار كتيرة قوي، بس في البداية دكتور، إيه اللي بيخلي الطفل يبقى عنده نوع من أنواع تشوه الأسنان أو اعوجاج في أسنانه؟ يعني بيعمل إيه خطأ بيخلي فيه تشوه أو عيب في السن أو الدرس بتاعته؟ كويس قوي. هو إحنا من الحاجات المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها كأم في البيت، ان ابنك او بنتك عند سن صغير، حتى لو بنتكلم في سن الرضع من سن سنه سنتين او ثلاثه، يعني في السن ده لو لاحظتي اي عادات غريبه مش مظبوطه بتتعمل لازم تقف. من ضمن الحاجات اللي بنشوفها كتير وبنواجهها في العيادات معانا هو موضوع اللي هو مص الاصبع او اللي هو الثامب سكينج. مص الاصبع ده في ناس كتيره بتقول يعني طب ما هو فتره وهينتهي او حاجه خالص، وفي ناس تقول لك لا ده التيتينا غلط فهو حاطط صباعه. الموضوع ده في منتهى الخطوره جدا. ليه؟ لان الصورة دي بالظبط كده اطفال كتير قوي وبتستمر معاهم العاده دي لغايه ما يكبروا. حتى عند 7 8 10 سنين بتلاقي برضه هو كبير لسه حاطط صباعه في بقه. طب ايه مشكله الموضوع ده؟ الموضوع ده ما بناخدوش كده ببساطه. الموضوع ده ان هو طول ما هو حاطط صباعه في الفم بيضغط لي على سقف الحلق بتاعتي وهو بينمو، فبيحصل فيه تشوهات. مش بس كده، في سقف الحلق بيحصل عندي تشوهات في سقف الحلق مع السنان. بتلاقي ده السنان اللي فوق طلعت لقدام عمل له بروز، والسنان اللي تحت دخلت لورا. تخيل لو انا حاطط صباعي كده، ده اللي هيحصل في السنان، تشوهات في الاثنين. بيضغط في سقف زي ما احنا شايفين كده بالظبط زي ما في الصوره، بيضغط لي على سقف الحلق فوق. فهو سقف الحلق بيبقى لايم بينمو، فياخد شكل الصباع تلاقيه مجوف من جوه، فده بيعمل له مشاكل في التنفس، هيعمل له مشاكل في شكل بقى الوش نفسه، لان هيضغط على الفك فيطول فهتلاقي وشه طويل شويه. طب ما هي التيتينا تعمل نفس الكلام؟ لا خالص، التيتينا مش كده خالص. التيتينا مجرد بتحط بقه فبيمص فيها، ما فيهاش الحركه دي، ما فيهاش ضغط على السقف خالص. فانا بقول لها بالعكس بدلي صباعه بالتيتينا على طول. والموضوع ده لو بدا من هو صغير مهم جدا جدا ان احنا نوقفه ونحاول بشتى الطرق. طيب افرض ان هو ما وقفوش، بنستشير بقى دكتور اخصائي التقويم. والله الطفل عنده المشكلة دي وأنا جربت معاه مرة واثنين وثلاثة إن هو العادة دي مش عارفة أشيلها، لأن أخطرها كمان وهو نايم. طب ثواني يا دكتور أحمد، بستشير دكتور أخصائي تقويم. طبعا هو في تخصص اسمه كده؟ طبعا. يعني تقويم الأسنان ده تخصص، يعني ما بيندرجش تحت دكتور أسنان أو دكتور تجميل؟ لا، دكتور أسنان التخصص ده إحنا كلنا في طب الأسنان بناخد كل تخصصات الأسنان، بس بعد كده لازم تتخصص. لو انا هشتغل في التقويم لازم ابقى متخصص فيه، فيها دراسه بعد ما بنخلص الكليه بتاعتنا، فيها تدريب 3 4 سنين بتشتغل بس تقويم عشان تبقى مؤهل ان انت تبدا تشخص وتعالج. يعني انا قلت تشخيص وعلاج. يعني تلاحظ كده مش يعني ما تدوش لاي دكتور اسنان اطفال بس خالص، او دكتور تجميل، لا تقويم اسنان بالظبط. الدكتور الاسنان العادي لو لاحظ ان في مشكله من مشاكل الاسنان عند الاطفال والصغيرين بيحولوا لينا كاخصائيين علاج تقويم. احنا اللي بنختص بالحالات دي، بنشخصها صح وبنعالجها في السن المظبوط. لان ممكن في ناس يقول لك لا المشكله دي ممكن تعالج في سن مختلف. لا، احنا اللي بنحدد السن ده امتى. لو تدخلنا في الوقت الصح هنحل المشكله اسرع ومن غير ما يبقى فيها مشاكل تتفاقم معانا. طب هو ايه المشاكل اللي بتحصل معانا في معانا برضو صور للمشاكل او الحالات او العادات الغلط؟ دي معظم المشاكل اللي بتحصل في السن اللي هو الصغير. احنا بنتكلم من سن 6 ل 8 سنين. اكوردنج للامريكان اسوسيشن اوف اورثودونتكس، احنا بنقول ايه؟ بنقول ان هم لازم في سن 7 8 ماكسيمم لازم يستشيروا اخصائي تقويم.
حتى لو ما لقيتيش عندك مشكله انت شايفاها لازم تستشيري الدكتور، عشان انت ما بتعرفيش ان هو ده عادي ولا لا، هل ده نورمال في سنه ده ولا لا. اللي يقول لك على كده اخصائي التقويم. زي ما حضرتك شايفه احنا ممكن يبقى عندنا مشاكل كتيره جدا بتحصل وموجوده في الاطفال في السن ده، علاجها في البدري بيوفر عليا مشاكل كتير، بيوفر عليا مشاكل كتيره ممكن تحصل وقت النمو. ممكن يحصل عندنا سبيسنج، يعني تلاقي سنان عنده فيها مسافات كبيره جدا، ممكن يبقى عنده كراودنج اللي هو السنان راكبه على بعض. طيب اوبن بايت، ودي من الحاجات المشاكل كتيره جدا، اوبن بايت اللي هو اسنانه ما تقفلش، المفروض ان اسناننا تبقى قافله على بعض. البايت او الاوبن بايت اللي موجوده دي بتعمل له مشاكل كتيره جدا جدا معاه في النمو بتاعه. في حاجات برضو زي العضه الخلفيه او العضه اللي هي مش مظبوطه الكروس بايت، برضو زي تحت احنا شايفين الصوره اللي هو فيه عندي بروز في الفك او النبين، دي من الحاجات اللي بنشوفها كتير قوي. صح، بتلاقي النبين بتوعنا ما لهمش مكان ان هم ينزلوا. ليه؟ عشان الاسنان بتاعت اللي قدام خدت المساحه بتاعت النبين اللي المفروض ان هم يبدلوا، فهم فوق، فهم فوق متشعلقين فوق. فاحنا لازم نشوف الدكتور تقويم، اخصائي تقويم هو اللي يقدر ينزل له النبين دي بطريقه من الطرق بتاعت التقويم. عشان كده كنت بشوف ناس كتير قوي من صحابي كنا يعني واحنا صغيرين في المدرسه بيقعدوا بالسنه واكتر من سنه بيبقوا عاملين تقويم، ويبقى بعد ما يشيلوه ما بنحسش بفرق، يعني بالزبط. نفس اسنانهم، نفس الاعوجاج، نفس المشكله، فده بيبقوا روحوا للدكتور مش تخصصه تقويم. بالظبط كده، يعني دكتور اسنان ما يدينيش نفس النتيجه. بالظبط كده، بالظبط، ومفروض يحوله على حضرتك دكتور. صحيح، تقويم اسنان. صحيح، دي اول مره برضو اعرف المعلومه دي، ان يا جماعه لو في اي مشكله في اتجاه الاسنان او في عيب في شكل الاسنان مش شرط تروح دكتور اسنان، او مش صح تروح دكتور اسنان او تجميل، لا، في دكتور تخصصه ودرس 4 سنين بعد الجامعه، بعد كليه الطب بتاعتكم دكتور 4 سنين هو في التخصص ده، فدي مهمه جدا. طيب دكتور، ايه افضل سن لعمل التقويم؟ يعني في سن الصغير بيبقى افضل للطفل، كل ما نلاحظ او الام تلاحظ ان شكل الاسنان او اتجاه الاسنان مش مظبوط، في سنه راكبه على سنه، في مسافه، تروح للدكتور تقويم اسنان بدري ولا لا نسيبه شويه العظم بيكتمل، الاسنان بتكبر بتطول؟ احنا بنقول دايما ان الزياره الاولانيه ممكن تروح بيها عند دكتور الاسنان او اخصائي التقويم تشوفي هل في مشكله عندك ولا لا. طبعا لو انت لاحظت ان في حاجه، اي حاجه مش مظبوطه او غير طبيعيه كزي العاده اللي قلناها، او اعوجاج في الاسنان او شكلها مش مظبوط، هتروحي تتاكدي عنده هل هو ده طبيعي في سنه ده ولا لا. ليه؟ لان انا لو عندي مشكله دي واهملتها لغايه ما كبر، عدى مثلا 11 12 سنه بالذات في مشاكل الفك، المشكله دي ملهاش علاج في الوقت ده غير تدخل جراحي، مع ان المشكله دي كان ممكن تتحل بمنتهى البساطه عند سن 8 سنين عن طريق جهاز متحرك بسيط جدا ممكن يقاوم للدنيا ويظبطها. فعشان كده بنقول ايه، انت ابنك او بنتك وصلوا حوالي 6 أو 7 سنين، ما فيهاش اي مشكله لما تستشيري اخصائي التقويم تشوفي هل انا عندي مشاكل ولا انا ماشيه في التراك المظبوط، الحمد لله اسناننا كويسه. بنطلب اشعاعات بانوراما، بنشوف وضع السنان اللي هي ما بدلتش لسه دايمه، اخبارها ايه، مكانها فين، بنحدد على اساسها احنا ممكن نتدخل بدري ولا لا. بس دايما سونر ذا بيتر زي ما بنقول في موضوع التقويم بالظبط، عشان ما كان بدري نعالج مشاكل كتيره ممكن تترتب عليها اهمالنا في الفتره السنيه دي. طب المشاكل الموجوده في الفك ايه هي؟ بصي، هي الموضوع ده مهم جدا، يعني عندنا مشاكل في الفك بالنسبه للفك العلوي والفك السفلي. بنشوف كتير قوي من الاطفال بيبقى عندهم زي بروز كده، او في الفك السفلي بتاعهم بيبقى طالع لقدام قوي. البروز ده احنا معانا الفيديو ممكن تشرحها لي يا دكتور احسن. بالظبط، ده بيبقى طفل عنده بروز في الفك، يعني العضه بتاعته مش مظبوطه، في تقدم في الفك، تحس البروفايل بتاعه البروز طبعا احنا شايفين في الفك اللي تحت السفلي، في الفك السفلي بالظبط. علاج الموضوع ده بمنتهى البساطه بيتعمل له جهاز كده ثابت وجهاز متحرك. جهاز ثابت بيتحط على الاسنان وبتركب له حاجه اسمها فيس ماسك. فيس ماسك زي جهاز كده معين بيتلبس عدد ساعات معينه في البيت، ما بيخرجش بيه طبعا، بيتركب فيه اساتك بحيث ان هو بيحفز لنمو الفك اللي فوق وبيهبط او بيثبط نمو الفك السفلي. ففي الوقت ده بقى مهم جدا. ليه؟ لان هو الفك بينمو، لكن عشان كده بيقدر نغير شكل الطفل خالص والعضه بتاعته بتختلف تماما. فده من الحاجات المهمه جدا احنا في الفتره السنيه دي، هنتكلم في 8 سنين 9 سنين 10 يمكن جاي متاخر شويه، لكن لو عدينا بقى 12 13 خلاص نمو الفك بالنسبه لنا بدا يقف ويقل، فما اقدرش ان انا اقومه. ففي الفتره السنيه العمريه الصغيره دي انا بقدر اقوم الفك لان هو في نمو لسه عند الطفل، فاقدر اعالجه، اقدر ان انا اعدل العضه. وحتى بقى احنا مش بس عضه، لو شفت شكل الوش اختلف. صح، لان الموضوع ده خدي بالك برضه هو لما جالنا بدري هيزيد معاه، هيفضل يزيد لغايه ما نمو الفك يقف. فهتلاقي في ناس عندها بروز جامد قوي في الفك، حتى في الفك العلوي برضه بنفس اللي هو الضب زي ما قلنا لحضرتك، بتلاقي في ناس اطفال عندهم المشكله دي باديه من الصغر. لا، ما استناش لغايه ما اكبر واحلها، لان انا حلها في الوقت السن في العمر ده لسه هيبقى في منتهى البساطه وفي فتره قليله، فهيقدر يتعود على الشكل اللي احنا عايزينه، استفيد من فتره نمو. طيب الطفل التقويم ده بيبقى مؤلم ولا لا؟ يعني الطفل بيحس باي الم ولا حاجه في تركيبه في خلعه مثلا؟ خالص، هو كل الموضوع بس بيحس زي ما بنقول ديسكومفورت. ديسكومفورت يعني انزعاج شويه من الجهاز اللي موجود ده في الفتره الاولانيه، اول حوالي اسبوع لغايه ما بياخد عليه.
بعد كده خلاص ما بقاش حاسس باي وجع، احنا ما بنديش حقن ولا ابر ولا بنج ولا اي حاجه خالص، احنا كل اللي بنعمله بس ان احنا بنركب الاجهزه المعينه دي، ومتابعتنا الدوريه عند الدكتور اخصائي التقويم كل شهر او كل شهرين بنشوف البروجريس بتاع الحاله، بنشوف اخبار الدنيا ايه، الحمد لله احنا ماشيين في التراك المظبوط لغايه ما بنخلص فتره اللاج بتاعتنا، لكن ما فيش وجع خالص في الفتره دي. تمام. دكتور احمد، بيبقى في ساعات حالات ممكن حضرتك تكرر فيها ان حضرتك تخلع فيها الضرس قبل ما تعمل التقويم؟ بالظبط. وليه يعني ايه الحالات دي؟ معانا كمان اعتقد صور او فيديو، مش عارفه ليه معانا فيديو. طب نشوف حضرتك تشرح عليه. تمام. احنا ليه بنخلع الاسنان؟ احنا مثلا لو عندنا بروز في الفك العلوي زي ما قلت لحضرتك بيبقى في عندنا بري مولرز او اللي هم ورا النابين، ضرسين صغننين بنخلعهم عشان ندي مساحه نقدر نرجع فيها الاسنان لورا. ففي الاخر انا ما بقاش عندي الضرس اللي انا خلعته او فقدته ده، ما بقاش فيه فراغ، انا بستفيد بالفراغ بتاعه على حسابه ان انا ارجع بيها لورا خالص بحيث اقفل الفراغ ده، فتحسي ان البروفايل او شكل الوش اختلف تماما. رجع طبيعي طبعا. رجع طبيعي، فعشان كده احنا بنخلع، عشان انا ما عنديش مكان ارجع فيه السنان اللي قدام لورا. فبخلق السبيس ده عن طريق الخلع. ما بيأثرش على اي حاجه خالص تماما، احنا ربنا خلق لنا من الضرس ده بالذات اثنين، فبنخلع واحد منهم فما بيأثرش لا في الشكل ولا في الوظيفه. فاحنا طبعا في دروس معينه هي اللي بنخلعها، مش بنخلع اي حاجه وكده وخلاص. بيبقى الحاجات دي طبعا معروفه عن طريق اخصائي التقويم. وفي الاخر بنظبط العضه بتاعتنا بحيث يبقى شكل كويس وفي نفس الوقت وظيفة الأسنان مظبوطة. دي من ضمن الأسباب. وفي برضه أسباب تانية، إن هو لو في عندي دربكة في السنان جامدة شوية، تلاقي السنان راكبة فوق بعض وما لهاش مكان خالص. في الفترة دي برضه بنضطر إن إحنا نخلع، بالتالي زي ما هو باين كده السنان راكبة فوق بعض ما لهاش مكان. فبضطر إن أنا أخلع البري مولرز أو الضرسين الصغيرين اللي ورا الناب وأركب البريسز أو التقويم وأفرد السنان على حساب اللي أنا خلعته. وفي الآخر بيبقى شكل السنان واحد، محدش بيبان يعرف إن هو خلع حاجة. فده من الحاجات اللي احنا بنستخدمها. يعني القرار بيبقى في ايد حضرتك، بتشوف الفك شكله عامل ازاي، ايه المناسب نخلع عشان يرجع شكل الفك طبيعي، او محتاجين خلع ولا لا. طب هنشتغل قد ايه؟ بنقعد مع العيان نعمل حاجه اسمها تريتمنت بلان، بنحطه في الصوره بحيث ان هو كله يبقى عارفه المده وطريقه العلاج بتاعته ازاي. طيب دكتور، في امهات كتيره قوي بتخاف بعد ما تعمل التقويم تمنع اولادها مثلا او الطفل من اكل معين، من شرب حاجات معينه، خوفا ان التقويم يبوظ او يتفك او الاسنان ترجع تاني شكلها. في فعلا اكل يعني الام تمنعه عن طفلها، او اكل لا بالعكس ده ممكن يزود الكالسيوم مثلا او اي حاجه، ولا لا ملوش علاقه بالاكل يعني؟ لا، في طبعا احنا دايما بندي بعد ما بنركب جهاز التقويم للاطفال او حتى للكبار بنقول لهم شويه انستراكشنز كده يمشوا عليها، بالذات في خصوص موضوع الاكل. بنمنع عنهم مش كل حاجه، بنمنع عنهم حاجات بس الحاجات الناشفه. الحاجات الناشفه دي ممكن تعرض اللي هو الطفل او حاجه ان هو التقويم يتشال من مكانه، واللي هي الفصوص اللي محطوطه دي اللي هي البريسز يعني بتتشال من مكانها. فلو اتشالت في مكانها ده بيعطلنا بيأخرنا شويه، لازم نرجع تاني ونحط نرجع نفس الفص. فبنمنع بعض الاكل اللي هو النواشف او الحاجات اللي هي فيها ضرر على التقويم نفسه، زي الحاجات اللي هي الناشفه قوي، حاجات برضو الحاجات برضو الستيكي فود زي ما بنقولها، البونبوني والحاجات المقرمشات واللي بيشتروها من الحاجات دي. فبالعكس ده الامهات بتبقى مبسوطه جدا. بس ما فيش عادات معينه بيعملها الطفل ممكن تسبب مثلا ان التقويم يتشال، ان التقويم يتحرك من مكانه فالسنه ما تبقاش راجعه في طبعا احنا صح. بننصح طبعا ان هو ما يلعبش بيه مثلا، في اطفال يقعدوا يلعبوا مثلا بصباعهم في التقويم. هو سهل ان هو بتاع يعني لو هو خبطه جامد يعني، حتى بعض الاطفال اللي بيلعبوا رياضات زي الكوره زي الحاجات دي بننصحهم ان هم نعمل لهم حاجه زي ماوت جارد، جهاز كده شفاف بتلبس على التقويم عشان يحمي شفته لو اتخبط خبطه جامده ما تاثرش عليه وفي نفس الوقت ما تاثرش على التقويم. طيب ممكن كل ام بتشوفنا دلوقتي بيبقى عندها طفل صغير 5 6 7 سنين يعني، تقول لك لا انا خايفه عليه، ما ممكن التقويم ده يجرح مثلا شفايفه، الماتيريال نفسها دي هي معموله من ايه يا دكتور؟ نيكل تيتانيوم، حاجه طبيه كده بتبقى ما تتفعلش دي خالص مع الجلد. طيب ممكن تجرح له تشقق له الشفايف ولا لا ملهاش علاقه بالجلد خالص، ما بتحتكش بالجلد؟ بعض الناس نسبه قليله اللي عندهم حساسيه، عارفه في ناس جلدها حساس. فبعض الناس دي ساعات لما بنركب لهم التقويم اول اسبوع بيجي لهم شويه زي التهابات في اللثه، فدي بننصحها انها تاخد مرهم او كريم من الصيدليه بتدهن بيه وخلاص بيروح. ده بعض فئه شويه قليلين من الناس اللي هو مطرح البريسز مع الشفه الداخليه بتاعته. طيب دكتور احمد، حضرتك وريتنا الحلقه اللي فاتت اشكال والوان اللي هو بنغري بيها الطفل بالضبط. يعني او الطفل عشان ما يبقوش متضايقين من شكلهم. صحيح. يعني برضو في السن ده ساعات بيبقى سن مراهقه، لو انا كبرت انا هحط حاجه مش حلوه على اسناني صحابي هيتريقوا عليا يعني بالضبط. فبيبقى في الوانات فعلا للاطفال بنغير شكل جدا أسناني. احنا كل شهر بيجوا لنا الاطفال بالذات يقعدوا يغيروا في الالوان دي، والبنات بالذات بقى البنكات والحاجات جداً. الاشكال ما انا بضطر اجيب حتى الوان غير بيتسالوني على الوان مش عندي، فبضطر احب اجيبها لان هم بيقعدوا يشكلوا كده، بيبقى في دماغها جايه لون اول ما تخش
اخش من الباب العياده انا عايزه ده انا عايزه احط كذا. طب اقعدي بس اشوفك يعني اشوف سنانك، بتبقى فرحانه جدا بالزياره. والالوان دي طبيعيه يعني؟ طبعا دي الالاستكس، حاجات كلها طبيه طبعا صحيه بتحط على مركبها على البريسز. طب وتنظيفها يعني زي تنظيف برضو اللي هي الساده مثلا او الشفافه اللي نفس الحاجه نفس نفس طريقه التنظيف بالظبط. بس حتى طريقه التنظيف دي بنعمل عليها ستريس قوي. التنظيف بقى وده برضو موضوع مقلق جدا للامهات، لان الطفل مش هيهتم يعني يلا يا حبيبي اغسل مثلا سنانك، هيدخل على طول كده وخلاص يا ماما انا غسلت اسناني. في تنظيف معين للطفل اللي بيعاني من مشاكل في اسنانه او تشوهات او وجاج او مسافات فيحوش فيها الاكل فيعمل ريحه او الاسنان تتعفن، ولا لا التنظيف واحد يعني؟ وهل الام في الوقت ده ممكن تدخل مع ابنها تتابعه او تغسل له اسنانه ولا لا برضه؟ كويس قوي، سؤال جميل جدا. انا دايما لما بركب التقويم انا بنصح الام وبنصح الطفل او المريض ان هما ازاي يغسل سنانه. دي حاجه في غايه الاهميه. انا بقول دايما هو انا لو ما غسلتش سناني ايه اللي هيحصل؟ احنا هناكل ونشرب، فطبيعي ان انا في اكل ممكن يتراكم حوالين البريسز او التقويم. لو انا كنت مهمل في صحه غسيل اسناني وما غسلتهاش بطريقه كويسه ممكن لا قدر الله في الاخر بعد ما نشيل يحصل فيه تسويسات، وطبعا دي حاجه احنا ما بنرضاش بيها خالص كطب اسنان، ان انا ممكن اعمل تقويم في الاخر يحصل لي تسويس. حصل تسويس ليه؟ لو انت ما كنت مهمل ما غسلتش سنانك خالص. بالعكس انا لازم اغسل سناني وانضف التقويم من الاكل اللي ممكن يتحش يبقى حواليه عشان صحه الاسنان بتاعتي. طب انضفه ازاي؟ مش هو ملزوق يعني؟ مش عارف انضف من تحتيه ولا لا؟ بتيجي عليه بتنضف من تحتيه، في فرش معينه بنكتبها من الصيدليات بتتباع مخصوص لجهاز التقويم. في تكنيكس معينه او طريقه معينه. طب نشوف الطريقه. بالظبط، نشوف طريقة تنظيف بقى التقويم والأسنان. دي بتبقى فرشة عادية جدا بنستخدمها، زي ممكن تبقى دي الفرشة العادية اللي بنستخدمها لأسناننا. بنغسل التقويم بطريقة معينة. مهم قوي جدا بنوري العيان أو الطفل أو الأم الطريقة دي، بنوريه الفيديو لحد عندنا في العيادة وبندربه إزاي إن هو يغسل سنانه. بنغسل يعني اثنين اثنين يعني بالظبط، بنغسل من فوق السلك ومن تحت السلك، وكنا بنعمل حركات دائريه حوالين فص فص من الفصوص. هي الموضوع في الاول تحس ان هو يمكن بياخد وقت، لكن في الاخر بيتعود عليه وبيعمله. احنا بنغسل كمان، بنغسل التقويم مش الاسنان، الاثنين بنغسل سناننا وبنغسل الضروس بتاعتنا وبنغسل كمان الاسنان. وفي بعض الاحيان كمان مهم جدا تنظيفها من جوه ومن بره عشان باقي الاكل تبقى موجوده. دي حاجه في غايه الاهميه احنا لازم نخطر بيها الام انها تتابعه، تخش معاه وتاكد ان هو بيغسل بالطريقه المظبوطه مش بيعمل اي كروته وخلاص. وحتى في نفس الوقت برضو بننصحهم انهم يغسلوا لسانهم، لان اللسان بيتراكم عليه بكتيريا، فدي ممكن تعمل لي برضو شويه مشاكل في الفم في فتره التقويم بتاعتي. طيب في متابعه يعني الام خلاص خدت بالها وهو بيغسل اسنانه عشان التسوس والتعفن اللي احنا بنشوفه او تسبب امراض تانية، في متابعه مع حضرتك ولا لا؟ طبعا احنا لازم بنشوفه كل شهر، كل اربع اسابيع او خمس اسابيع ماكسيمم بيبقى في زيارات دوريه متابعه. احنا مش بس بنشوف تقدم الحاله او السنان اتحركت قد ايه، احنا بنشوف كمان معاه هل انت فعلا بتنظف سنانك كويس ولا لا. يعني طريقه تنظيف اسنانك والمحافظه عليها دي بنشوفها انت فعلا مهتم بيها ولا لا. ولو حسينا ان هو مثلا ما بيغسلش سنانه كويس احنا ممكن نقول له احنا ممكن نوقف العلاج في النص. بالظبط، لان بنجيب امراض ثانيه تسوس. لو انت مش لو مش متعاون معانا في موضوع تنظيف اسنانك وكده وانت مهمل يبقى انت مش هنحط لك، ما تفعلكش تقويم. التقويم ده حتى من الميزه بتاعته الناس بتقول لي بعد كده ان هو اتعود على غسيل سنانه. الاطفال اللي هي كانت تغسل سنانها خالص او مش مهتمه بيها بعد البريسز او التقويم عشان احنا بنشد على الموضوع ده جدا بتلاقيهم اتعودوا ان هم يغسلوا، فبتنفعهم بقى في حياتهم لما يكبروا. بتلاقيه موسوس كده في غسيل السنان طبعا اتعود خلاص فتره طويله يعني. بالزبط. طيب دكتور، هل بعد ما نحط التقويم وخلاص شكل الاسنان اتعدل سواء مسافات او اعوجاج او سنه راكبه فوق سنه، يعني ممكن في المستقبل لما خلاص بقى الطفل ده يكبر ممكن ترجع له تاني فيضطر يعمل بقى تقويم تاني او عمليه او حاجه ولا لا؟ المفروض ان احنا بنعمل تقويم مره واحده بس في حياتنا، ما بنعملش كذا مره. فتره واحده في حياتي هو اللي بعمل فيها التقويم او البريسز دي. لكن لو انا ما راحش عند حد متخصص وعمل له حاجه مش مظبوطه ممكن طبعا دي رجع تاني. المهم جدا بقى في مجال التقويم عندنا مش مجرد ان انا شلت التقويم واسناني بقت شكلها حلو واتظبطت علاقتي بالعيان انتهت ابدا. احنا في فتره اسمها فتره تثبيت، بنثبت السنان على الوضع ده فتره معينه عشان ما ترجعش تاني. ربنا خلق لنا الالياف بتاعت الاسنان وكده عايزه انها ترجع تاخد نفس الشكل اللي كانت عليه قبل ما نعمل تقويم. فبنثبتها عن طريق اجهزه شفافه بتتحرك بتحطها وهو نايم. جهاز كده بسيط اسمه ريتينر. الريتينر ده بيلبسه وهو نايم لفتره معينه 6 شهور أو سنة بيثبت لي السنان عشان ما ترجعش تاني، يقدر يعيش بقى طول حياته ان شاء الله بسنانه. يعني المفروض التقويم يتعمل مره واحده بس، اللي بيقرروا دول يبقى غلط في الدكتور ان هو يعني ما عملش الموضوع صح. او انت مثلا ما لبستش الريتينر بتاعك فكنت مهمل فيه، فممكن يحصل ريلابس. ريلابس اللي هو السنان انها بترجع تاني شويه زي الاول. فعشان كده بننصح الناس ان موضوع الريتينر ده مهم جدا. طب دكتور احمد كنت وريتنا برضو الحلقه اللي فاتت عن التقويم المتحرك،
ان هي الشفافه، الاسنان الشفافه اللي بتتلبس وتتشال عادي تتنضف برضو، هل برضو الطفل يناسبه ده ولا لا؟ عشان متحرك ممكن طفل يشيله سهل ان هو ما ينضفوش برضو، يعني يعني مساوه او اكتر او الاثار الجانبيه بتاعته بتبقى اكتر. بالظبط، يمكن في السن الصغير بحب نعتمد عليه حاجه ثابته. بحب اعتمد على الحاجات الثابته اكتر عشان تديني معتمد عليه، لان هو كطفل ممكن ينسى، ممكن مهمل، ممكن يضيعه، وممكن يعمل بأي حاجه. لكن بالثابت بيجيب معايا نتائج انا شايف انها نتائج اسرع واحسن عشان ما بعتمدش عليه في الفتره السنيه دي. لكن في اجهزه متحركه بتعملها بتقاوم الفك كمان في السن ده، مهمه جدا. بتتحط عدد ساعات معين في اليوم بتقاوم دي بقى الفك. زي ما قلت لحضرتك في الاول، احنا الفك بتاعنا مهم جدا احنا نعالجه في الفتره السنيه الصغيره اللي هو ابتداء من 8 9 سنين. بعد كده زي ما قلت لك المشاكل بتبقى اكتر بكتير. فانواع التقويم واشكالها او الاحتياج اللي احنا عايزينه ايه، اللي ينفع معانا ايه وما ينفعش، دايما بقول للناس ان انت تاخدي معلومه بس مش من حد غير متخصص، خدي معلومه من الاخصائي بتاع التقويم. ما تروحيش انت عارف عندنا في مصر او في بيحب ناخد نصايحنا من بعض او نتكلم ده جارتي عملت وقالت لا ده بتقول لي اصل ما ينفعش تقويم غير بعد 12 سنه. كان ده مش مظبوط. طيب علاج التقويم بيبان يعني بعد قد ايه يا دكتور؟ يعني انا احس بالفرق في اسناني بعد حتى لو التقويم محطوط. بالظبط. احسه بعد قد ايه؟ تحسي على طول. احنا مجرد من اول شهر شهرين العيان بيجي يقول لي انا حسيت ان اسناني اتحركت، هي فعلا اتحركت. فعشان كده بيبدا ودي من ضمن الحاجات اللي بتشجع الناس انها ايه تبقى مبسوطه. في ناس بعض الناس تبقى جايه مش حابه موضوع التقويم او مغصوبه شويه او اهلها او مامتها وكده عايزينها عشان يظبطوا اسنانها، فهي طفله مش متخيله الموضوع. فلما بتبقى معانا زياره واثنين وثلاثه نقعد نلعب معاها بالالوان اللي بتحط، نشوف ان اسنانها بدات تتحرك، فتتشجع جدا وبتبدا بقى هي تهتم بموضوع التقويم ده. فنفسيا بيأثر كمان ان هي تلاقي فيه استجابه في العلاج معاها بسرعه، تحس ان هي كمان مبسوطه. فده طب ليه بنشوف كويس. تقويم بيقعد مثلا 6 شهور وفي تقويم 10 شهور وفي تقويم سنه؟ حاله ايه الاسنان اللي جايه عليها يعني؟ بالظبط كده. انا عندي حالات ممكن تقعد معايا سنه سنه ونص، وفي حالات ممكن تقعد 6 شهور حسب اللي هي حاله عليه. الحالات بنقسمها زي بسيطه، صعبه، متوسطه، مايلد، مودريت او سيفير. الحالات دي حسب هي مش صعبه او بسيطه على اساس ايه؟ على اساس المده بتاعت العلاج. في عينين ممكن نقعد معاهم حوالي سنه ونص او سنتين، دي في الحالات اللي هي معينه شويه بتبقى فيها شغل كتير في الاسنان. لو عندي انياب مدفونه بنضطر نفتح ونشد الناب وننزله، لو عندي بروز في الفك كبير جدا فبنضطر ان احنا نخلع ونرجع البروز في الفك ده بطريقه معينه. كل ده بياخد حسب التريتمنت بلان بتاعتنا بنقسمها حسب الحاله اللي موجوده. طيب. وبرده السن بتاعه بتفرق. غسيل الاسنان وهو لابس التقويم زي غسيل الاسنان عادي؟ يعني كانوا بيقولوا لنا مرتين على الاقل، يعني مرتين في اليوم، ثلاث مرات في اليوم. وفي برضه سمعت قبل كده لا بعد كل وجبه بتاكلوها المفروض تغسلوا اسنانكم. كطفل بقى دكتور هتقوله بعد كل وجبه، بعد كل مثلا ما تاكل اي حاجه بسيطه او تشرب لبن هتغسل سنانك؟ صعبه بالنسبه له. لكن كمان هو لابس التقويم، هتقدروا تتعاملوا معاه او الام تقدر تتعامل معاه ازاي؟ لازم دي مشكله بتحببه في الموضوع، بتقول تعالى نلعب، تعالى نغسل سناننا. في دلوقتي كمان فرش كهرباء بتبقى لطيفه قوي. انا بنصح دايما حتى الاطفال او الناس الامهات اللي عندهم مشاكل في اولادهم مش عايزين يغسلوا اسنانهم، بنجيب الفرشه الكهرباء. حتى جبتها لاولادي وفرحانين جدا بجراحه الامام. جربتها يا دكتور؟ جميله جدا. طيب. ليه؟ لانها عامله زي اللعبه. بتشتغل الكهرباء وفي نفس الوقت هي صحيه وبتنظف السنان. ففي فرش اسنان كهرباء مخصوصه للاعمار السنيه الصغيره، بيخش اللي هو التواليت ويقعد يغسل سنانه بالفرشه الكهرباء، بحيث انه بيلعب هي عماله تلف كده، بس في نفس الوقت بيغسل سنانه وبيبقى الحمد لله. ودي مكلفه؟ دي غاليه ولا لا عادي؟ لا بارقام بسيطه يعني، حاجات الاطفال دي موجوده في الصيدليات بارقام بسيطه. بس فعلا لازم بعد كل وجبه المفروض لازم يتابع ويغسل، لان برضو في حاجه راكبه فوق سنانه. بالظبط. طب اللزق ده يا دكتور مش ممكن يتشال يتحرك يعني؟ لا هو مش اللزق اللي احنا لازقين بيه التقويم. لا هو لزق طبي طبعا، بيبقى زي الحشو الابيض بتاعتنا. لكن هو لو انا تعاملت مع التقويم بعنف او ما كنتش واخد بالي او كلت حاجه من الحاجات الممنوعه، بيحصل ايه؟ ان التقويم او الفص من الفصوص بيتشال، لكن سناننا ما بتقعش، ما بتبوظش، ما يحصلهاش حاجه. طيب وينفع؟ لكن التقويم نفسه هو اللي بيتشال بيتفك من عليها. وينفع التقويم اللي احنا شفناه مثلا يتحط مثلا على صف معين من الاسنان وصف تاني لا، ولا لازم من الفك للفك برضو؟ ممكن انا ممكن عندي مشكله مثلا في الفك اللي فوق بس اقدر احطه فوق بس. لو عندي مشكله في السنان اللي قدام بس ممكن ساعتها احط ستة يعني او يعني حضرتك بتحدد برضو حسب المشكله موجوده فين يعني؟ مش لازم شكل الفك لا كله مش او لازم الفك كله. ودايما حتى بنحب نقول للناس المفاهيم المغلوطه، شكل اسنانك وهو شكل اسنان الاطفال بيبقى عامل ازاي في السن ده عشان تعرفي ده طبيعي ولا لا.
واخد بالك ازاي؟ دكتور احمد انا بشكر حضرتك جدا، نورتنا واستفدنا من حضرتك، وكانت فقره حلوه جدا لكل الامهات والاباء. يعني الطفل مش هيبقى واخد باله قوي من اسنانه في سن صغير، فاحنا حاولنا نوصل لهم الفكره دي، او حضرتك حاولت تديها المعلومات السليمه، ومستني حضرتك عملنا فقره للاطفال وفقره للكبار، عايزين بقى ننوع برضو ان شاء الله الفقرات الجايه ان شاء الله. ميرسي يا دكتور احمد بيومي، اخصائي تجميل وتقويم الاسنان وعضو الجمعيه الامريكيه لتقويم الاسنان. استنونا ان شاء الله فقرات جديده قادمه من طبيب الحياه كل يوم معاكم من السبت الاربع، من الواحده وحتى الثانيه ظهرا. ما تنسوش القعدة من الواحدة صباحا، وأيضا من السابعة صباحا. ولو فاتتكم الفقرة دي، كل أم وكل أب بيتابعونا لو مهتمين بأسنان وشكل ابتسامة أطفالكم، تقدروا تشوفوها عن طريق الصفحة بتاعتنا، صفحة طبيب الحياة على الفيسبوك، وبعتوا لنا كل أسئلتكم وتساؤلاتكم عن طريق برضو نفس الصفحة، صفحة طبيب الحياة على الفيسبوك. كنت معكم إنجي علاء، إلى اللقاء.